فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر بعض مشابهة أصحاب الجحيم الواقعة في أحوال المسلمين، قال: والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وقال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الطوائف التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن التشبه بها أهل الجاهلية، ويراد بالجاهلية ما قبل الإسلام، قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الناس كانوا في جاهلية جهلة وضلالة عمياء لبعد الفترة بين محمد صلى الله عليه وسلم وآخر أنبياء بني إسرائيل، وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، فقد بعث صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل انقطعت فيه آثار الرسالات، وغيرت بقايا الأديان الصحيحة، وسادت الوثنيات، وصار الناس في جاهلية، لأن العالم لا يصلح أن يعيش بدون الرسالات، لأنهم إذا فقدوا الرسالات صاروا في جاهلية تسلطت عليهم شياطين الإنس والجن. فلذلك رحم الله البشرية فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولينقذهم من الجاهلية. الحمد لله. والجاهلية على قسمين كما ذكر الشيخ رحمه الله: جاهلية عامة، وهي ما كان عليه أهل الجاهلية في جميع أمورهم، وهذه انتهت ولله الحمد بظهور الإسلام وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فببعثته صلى الله عليه وسلم انتهت الجاهلية العامة، الحمد لله، وجاء العلم والنور والهداية، وسيبقى إلى يوم القيامة كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولكن قد تبقى أنواع من الجاهلية في بعض المسلمين أو في بعض البلاد، وهذه جاهلية جزئية وليست جاهلية عامة، فلا يجوز أن يقال الناس اليوم في جاهلية عامة، أو هم في جاهلية أسوأ من الجاهلية الأولى على صفة العموم، فهذا أمر لا يجوز، وهذا معناه أن الإسلام لا وجود له، ولكن يقال الناس فيهم جاهلية، ولا يقال الناس في جاهلية، بل يقال الناس في جاهلية، فيهم جاهلية، الناس فيهم جاهلية، يعني في بعضهم، أو البلاد الفلانية فيها شيء من الجاهلية، وهذه جاهلية جزئية وليست عامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يدعونهن: طعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والندب النياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم.